لكاسا دي بابل، الموسم الخامس، الحلقة الثانية. بس قبل ما نبدأ لازم أقولك، لو ما تبعتش كل حاجة ومش بس الفيديو ده لحد النهاية، فأضمن لك إنك مش هتعرف كل الحكاية. وبنتابع بعد قرب اقتحام الجيش للبنك، ومن قبل وصول أليثيا للبروفيسور في مخبأ واحتجازه، بتقرر لشبونة مع طوكيو وستوكهولم تنفيذ الحل اللي ما فيش غيره، وهو إنهم يرموا أسلحتهم ويقلعوا بدلهم جزئياً ويمشوا حافيين مع مجموعة من الرهائن، ويطلعوا برا البنك على مرأى من البشر المتجمعين والجيش والإعلام. وتنده لشبونة للعقيد تمايو وتقول له جينا رافعين الراية البيضة، وكل ده مع هتاف الناس المتجمعة وتلويحهم للفريق. ويتعصب العقيد تمايو ويطلب تجهيز فرقة من الجيش، والغاية استهداف لشبونة واللي معاها وتحرير مجموعة الرهائن اللي بقوا برا البنك. ولما خلاص كانوا هينفذوا الاقتحام، بيتدخل أنخليتو ويقول لتمايو إنهم رافعين الراية البيضة، وده رمز السلام في كل تاريخ الحروب، وما ينفعش نتجاهل على مرأى من الناس والإعلام، ولازم نظهر قدام الكل بصورة ودودة. وزي ما هم قلعوا بدلهم، أنت كمان يا تمايو تقلع الكرافتة والجاكيت وتشيل عنك السترة المضادة للرصاص وتروح توجه لهم الإنذار الأخير. وبالفعل بيقتنع تمايو من أنخليتو وينفذ زي ما قاله بالظبط ويتوجه ليهم. في الأثناء دي كان المحافظ بيكلم أرتورو الخسيس ويقول له إن هم بعيون الشرطة رهائن لازم يحرروهم، أما في عيون الجيش فهم مجرد أضرار جانبية وهيقتلوهم لو تطلب الأمر. ويوصل تمايو لشبونة ويقول لها طالعين كده بوشوشكم المكشوفة، ده تطور مذهل. وترد لشبونة وتقول له إحنا عملنا كده علشان الكل يشوف إني مش في المحكمة الوطنية، ومفيش حد بيستجوبني في خيمة، وإني مش في السجن. فبقول لها عاوزة إيه؟ فتقول له جانديا اللي هو مدير أمن البنك متصاب وخليني أوريك، وتمد إيدها علشان تسحب الموبايل بتاعها، ويفتكروا الجنود إنها هتسحب سلاح ويرفعوا الأسلحة عليها. فبتطلب من تمايو يرفع إيده علشان يطمن جنوده إنه مفيش خطر، وتطلع الموبايل وتوريه جانديا الوسخ وتقول له طوكيو إنه لو ما تعالجش ممكن يتشل أو حتى يموت، وتقول لشبونة إنه بحاجة تجرح أعصاب فورا. في نفس الأثناء اللي كان بيها أرتورو بيوسوس للمحافظ بإنهم لازم يستغلوا الموقف ويهربوا حالا، لكن المحافظ كان عنده فكرة أفضل. ونرجع للمفاوضات ما بين تمايو ولشبونة، واللي بيقول لها تمايو فيها إنهم بيلجأوا للورقة الربحة الوحيدة اللي معاهم واللي هي جانديا. فتقول له لشبونة معقول تسمح بشل الواحد من رجالتك وفي ايدك تنقذه؟ فيقول لها سيبوه يطلعوا هنعالجه. فترد لشبونة وتقول احنا هنستفيد ايه بالمقابل؟ فيقول لها اذا ما سبتهوش يطلع هنقتحم البنك فورا، لكن لو اطلقت سراحه عقبال ما يقول لي اللي بتخططوا عليه هياخد له ساعه من الوقت، ده عرضي والامر عائد ليكم. فتقول له لشبونة يديلهم دقيقه تناقش فيه العرض مع الباقيين. في نفس الوقت اللي كان جانديا الوسخ بيستفز بوجوتا بتعليقاته السخيفه، وبيتجهز بوجوتا بالفعل عشان ينتقم منه لان خلاص طفح الكيل من وساخه أفعال. ونرجع لمشاورة لشبونة مع طوكيو وستوكهولم، وتقول لهم طوكيو لازم نطلق سراح جانديا علشان الساعه دي هتفرق معانا قوي. لكن لشبونة كانت لحظه تفصيل مهم جدا لما تاكدت ان البروفيسور مش مع الشرطه وان اليثيا بتشتغل لوحدها، والشرطه ما عندهاش علم ان البروف مع اليثيا، عشان لو كان البروف معاهم كان تمايو هدد الفريق بيه. فبتطلب لشبونة من باقي الفريق يجهزوا جانديا لاطلاق سراحه، لكنها ما كانتش تعرف ان جوه البنك كانت الخناقه شغاله بين جانديا وبوجوتا، علشان بوجوتا طلب من جانديا لكمه لان بوجوتا كان من النوع اللي مش بيغدر بحد. لكن باليرمو بيقاطع بوجوتا ويقول له مش عايزين نبعت جانديا للشرطه جثه علشان احنا اللي هندفع الثمن. لكن بيكون جانديا الخسيس برضه مستمر باستفزاز بوجوتا حتى وهو بين ايديه، وبيقول بوجوتا لباليرمو ما تبقلناش غير كرامتنا، والوسخ ده قتل صاحبتنا نيروبي واستفزنا بكلنا بافعاله. وبيتدخل ديمبر وريو بيعترض، وتحصل مشاحنه كبيره بين اعضاء الفريق بتنتهي بفك جانديا وبدء القتال مع بوجوتا. في الاثناء دي كانت لشبونه بتقول لتمايو انهم يطلقوا سراح جانديا، لكن وعلشان تتاكد اكتر من ان البروف مش معاهم بتقول له عايزه قبل كده استشير البروفيسور، ويوافق تمايو. وهنا بس بتتاكد لشبونه مليون في المية ان البروف مش معاهم ولا يعرفوا اي حاجه عن احتجاز اليثيا ليه. بنفس الوقت اللي كان المحافظ بيقول لارتورو على فكرته، وهي انهم يرجعوا البنك بشكل طبيعي وينظموا عمليه هروب على مكان امن جوه البنك مع 10 ل 20 رهينه. وبنرجع للشبونه اللي بتتفق مع تمايو وتدخل مع باقي الفريق والرهائن. في الاثناء دي كان الضرب شغال ما بين جانديا وبوجوتا، ولما تتفاجئ لشبونة بالوضع ده بتطلب إغلاق الأبواب والرهائن يصطفوا ويرجعوا لورا، وتحاول تمنع استمرار القتال ما بينهم، لكن باليرمو بيمنعها. ولما كان بوجوتا خلاص هيخلص على جانديا بتتدخل طوكيو في اللحظة المناسبة وتحاول تقنعه يسيبه علشان هو الورقة الوحيدة اللي باقية معاهم. في نفس الوقت اللي كانت لشبونة بتقول لباليرمو إن البروفيسور مش عند الشرطة، وفي وسط انشغال الفريق كان أرتورو والمحافظ بياخدوا أسلحة الفريق والسترات الواقية من الرصاص من غير ما حد ينتبه لهم. ونرجع لبوجوتا اللي بيقتنع مع طوكيو أخيرا ويسيب الخسيس جانديا اللي
برضه مستمر باستفزازه الوسخ، واللي لما طفح الكل مع طوكيو منه ضربته ووقعته على الارض ونسيت نفسها وكانت عايزه خلاص تخلص عليه، لكن بيبعدها بجوده. وفورا بيبدا ارتور الندل بضرب النار في كل الاتجاهات، ويتصاب دمبر واثنين معاه من الرهائن، وارتور والمحافظ ومعاهم كم واحد يقدروا يهربوا، ويتجمع الفريق علشان يعالجوا المصابين ويبلغ باليرمو مانيلا وهلسنكي بالوضع اللي حصل. فتسيب مانيلا واحد مع الرهائن ويتجهوا مباشره للمكان المتوقع وصول ارتور واللي معاه لي، وتلحقهم طوكيو وباليرمو ولشبونا ودمبر اللي جرحه لسه بينزف. في الاثناء دي كان العقيد تمايو بيطلب وحده طبيه استعدادا لخروج جانديا، ويبلغ سجاستا انه يتجهز عشان هو اللي هيقود عمليه الاقتحام فيما بعد، لكن سجاستا بيصر على ان محدش هيرافقه بالمهمه دي غير فريقه. بس تمايو بيعترض ويقول له الفريق اللي معاه كلهم من اللصوص واللي بيقوموا باعمال مشبوهه وغير قانونيه، فيقول له سجاستا عارف كل حاجه عنهم وهم بره في انتظاري، ويسيبه يمشي. ونرجع للوضع المشحون جوه البنك والمواجهه اللي بتتصاعد اكتر واكتر ما بين الفريق من جهه، وارتورو اللي كل شويه بيسمعهم كلامه المستفز مع المحافظ والرهائن من جهه تانيه. فبيقترح المحافظ على ارتورو يخرج الرهائن من المنفذ الوحيد قدامهم واللي هو عن طريق رصيف التحميل، وبيطلب من ارتورو يغطيه علشان يتجه مع الرهائن اللي معاه للمكان، ويعرف الفريق وجهه ارتورو واللي معاه على فين، وتوزع لشبونه المهام على الفريق، وتتنبه الشرطه لتبادل اطلاق النار من جوه البنك. ويقدر المحافظ وارتورو والاكم رهينه اللي معاهم يوصلوا لمخرج رصيف التحميل، لكن بيتفاجئوا ان الفريق كانوا سدوا المخرج بالفولاذ والمتفجرات. لكن ارتورو بيقول للمحافظ مش هيهمنا لو سدوا المخرج، علشان هم اللي وقعوا دلوقتي في موقف اصعب من موقفنا بكتير، كل اسلحتهم هنا معانا. وبنرجع نشوف وضع البروفيسور مع اليثيا اللي بتكون بتصور تسجيل فيديو ليها، بتعرف بيبي اسمها وشغلها وصدور الامر باعتقالها، وبتقول انها بتسجل الفيديو ده تحسبا لو الشرطه او الاستخبارات الاسبانيه حاولت تخفي الحقائق، وتكمل وتقول بصوا مين اللي معايا هنا، احنا في مخبأ الخبيث الماكر للبروفيسور. وتجيب الصوره على بروف وتقول له قول لنا مين اللي اعتقلها، ويقول بالفعل زي ما طلبت، وتكمل التسجيل ليها وتقول عنوان المكان بالكامل. لكن وهي بتتكلم بيلاحظ البروف عربيه مارسيليا والعجوز بنيامين داخله المكان، فبيحاول يشغل اليثيا ويقول لها انا عايز اعترف، ويبدا يكلمها عن الشرط الجاسوس اللي هو زرعه بينهم واسمه بينيتو، وعلشان يكسب وقت اكتر يقول لها انه كان عاوز في المقابل مسبح، فتطلب منه ينجز ويتكلم في المهم بس، لكنها بتحس بانه بيراوغوا في حاجه غلط، فتروح بص على الشاشات وتشوف اتنين داخلين المكان من بره، وتهدده بالمسدس ما ينطقش بكلمه، لكنه بيصرخ باعلى صوته باسم مارسيليا، وتهدده انها هتقتله لو رجع فتح بقه، لكنه بيفضل يصرخ باسم مارسيليا وبنيامين، ويحذرهم ويقول لهم الشرطه هنا، ويصرخ ويصرخ لغايه ما تجيب حاجه وتخبطها بدماغه، فيوقع على الارض ولسه بيحاول على قد ما يقدر ينده باسم مارسيليا ويحذره. وبتروح اليثيا تدور على حاجه منومه تحقن بيها البروف، وبتحقنه بالفعل. اما مارسيليا وبنيامين فمش عارفين ايه اللي بيحصل. ونرجع للقتال الحامل وطيس ما بين الفريق وارتورو اللعين اللي بيكون تحصن بمكان تجميع سلاح الفريق، اما الفريق فتمركزوا بمكان قريب منه، وكانت حاله دمبر صعبه من جرحه اللي بينزف لسه، ومانيلا اللي جنبه كانت بتحاول توقف النزيف باي وسيله، لغايه ما اضطرت تفك رباط الجزمه بتاعتها وتربط بيه جرح دمبر. اما ارتورو الوسخ فسلح كل اللي معاه وطلب من اتنين يحموا النوافذ، والفريق بدا يتقدم شويه شويه، ويطلع ارتورو من الباب وليشبونه بتمشي بشويش، فبينتبه باليرمو للمسلحين اللي على النوافذ ويضرب النار عليهم، وتلحق ترجع لشبونه لمكانها جنب طوكيو في نفس اللحظه اللي كان بيها ارتورو قرب منهم اكتر، وبدا زي المجنون يضرب النار، ويضطر الفريق يتراجع. اما المحافظ فما كانش عاجبه تصرفات ارتورو نهائيا، ويقول له كفايه انك تسببت باصابه شخصين، لكن ارتورو المجنون زاد جنونه اكتر وقال له احنا في حرب. ونرجع للفريق اللي كانت الذخيره بدات خلاص تخلص منهم، وكان وضعهم اصعب ما يكون، وتقول لشبونه مفيش حل غير بالقنابل اليدويه، وقول دمبر الاسلحه كلها موجوده جوه عندهم، هنجيب القنابل منين؟ فتقول طوكيو اعرف مكان هنلاقي فيه القنابل اليدويه وغيرها كتير، وتقول لهم يشتتوا انتباه ارتورو واللي معاه، وهي هتروح تجيب الاسلحه. اما العقيد تمايو فكان خلاص ادى الامر لسجاستا ويقتحم مع فريق البنك. ونرجع لطوكيو اللي بتاخد ريو معاها علشان يجيبوا الاسلحه في نفس الوقت اللي كانت الهستيريا اكلت دماغ ارتورو وقرر يستخدم قنبله يدويه، فيوقفوا المحافظ ويحاول يمنعه، لكن ارتورو كان خلاص اتجنن ورمى القنبله ويدوب قدر الفريق يحتموا منها. اما طوكيو وريو فكانوا وصلوا لمكان الاسلحه، وبداوا يحاولوا يسهروا الباب الفولاذي اللي مسدوده بيه، لان من المستحيل يقدروا يطلعوها غير بالطريقه دي. ونرجع لارتورو المجنون اللي جهز في ايده قاذف لهب. في الاثناء دي كان مارسيليا وبنيامين وصلوا لغرفه البروفيسور وشكوا انه في حاجه مش طبيعيه، لكن وبعد ما شافوا البروف على السرير وبين ايديه كتاب افتكروا انه نايم، فاطمنوا نوعا ما. وفجاه بتهجم اليثيا بحقنه منوم وتحقن مارسيليا بيها، وتكمل على بنيامين اللي كان لسه في الحمام وتضرب نار من بره عليه، ويضطر يخرج تحت تهديد اليثيا. ونرجع لطوكيو وريو اللي رجعوا علاقتهم بعد الانفصال. اما هلسنكي فنقل لشبونه والفريق صوره
تقدم الجيش للاقتحام ووصف لها كل الأسلحة اللي كانت معاهم، ومباشرة بتطلب لشبونة من بوغوتا إطلاق سراح كانديا ويقول لها بوغوتا إن كانديا الخسيس هيقول لهم إنهم بيطردوا الرهائن. فبتقول له لشبونة ما فيش حل قدامهم غير كده، وخاصة إنهم ما تبقاش عندهم أي أسلحة بعد ما استولى عليها أرتورو. ونرجع لأرتورو اللي طلب حماية من اللي معاه من النوافذ علشان يطلع بقاذف اللهب ويستفز دنبر على وجه الخصوص، ويبدأ يقول لدنبر إنه هو والد سنسيناتي وبيستدرجه علشان لما دنبر يفقد أعصابه ويهجم عليه يروح فاتح قاذف اللهب في وشه، ولما يبقى دنبر مكانه ما يتحركش يفتح أرتور النار يمين وشمال. ولما خلاص بدأ اقتحام الجيش برا، كانوا ستوكهولم وبوغوتا بيجهزوا جاندي علشان يخرجوه، لكنه علشان يكسبوا الوقت شوية وما يتكلمش جاندي بمجرد وصوله للجيش والشرطة، بيلزقوا معاه دخان الفينتانيل اللي بيأثر على جسمه بالحركة والنطق، وينزل له بوغوتا القناع ويزقه لبرا. ويجري جاندي ببطء وهو بيقول الرهائن الرهائن، وعايز الوسخ يلحق يقول للجيش على اللي بيحصل جوه، لكنه ما بيلحقش وبيوقع على الارض، ويطلب تمايو فورا ايقاف عمليه الاقتحام بعد ما تاكد فريق الاقتحام ان ده بالفعل جاندي. اما ارتورو المسخ فعلى مسمع الفريق كله كان مستمر باستفزاز دنبر، وعمال يلفق كلام هنا وهناك عن علاقته السابقه بستوكهولم ونيته انه يخرج دنبر من مكانه ويقتله. وبالفعل دنبر بيبدا يفقد اعصابه تماما وكان على وشك الهجوم عليه، لكن مانيلا بتمنعه وتصبره وتقول له بان طوكيو هترجع مع الاسلحه وساعتها هتعرف تتعامل معاه، لكن ارتورو بيزيد باستفزازه اكتر واكتر. وهنا بتفقد ستوكهولم صبرها وبتاخد مسدس بوغوتا وبتتسحب من ممرات التدفئه اللي بتودي لمكان ارتورو بالظبط في نفس الوقت اللي خلاص طفح كيل دنبر. ولما هجم دنبر فتح أرتورو اللهب، لكن كانت مانيلا فورا قدرت تسحب دنبر في آخر لحظة وتصبر دنبر وتقول له هتوصل الأسلحة بس صبرك. فبيسمع أرتورو كلامها ويتجنن أكتر ما هو مجنون، ويأمر الاتنين اللي معاه يجهزوا الرفعة كمدرعة. في الوقت ده كانت طوكيو وريو قدروا يفتحوا مكان الأسلحة ويبدأوا يجمعوا بيها علشان يجيبوها، لكن للأسف كان أرتورو المجنون بدأ هجومه بالمدرعة بالفعل، ومن فوق كانت ستوكهولم لسه بتحاول توصل له، وبيحاول الفريق يصد أرتورو على قد ما يقدروا لكن بلا جدوى، لغاية ما الكل بيتصدم وأولهم أرتورو بسمع صوت ستوكهولم بتصرخ باسم أرتورو وترفع عليه المسدس، ويحاول الخسيس يراوغ معاها ويأثر عليها بكلامه عن ابنهم علشان يقدر يكسب الوقت ويسحب مسدسه، لكنها بتلحق قبل ما تنهار من كلامه وتضربه بالنار ويوقع على الأرض. شاركوا هالفيديو مع أصدقائكم اللي بيحبوا هالنوع من المسلسلات، وما تنسوا بإن اللايك والسبسكرايب ما بتكلفكم شيء، وهي شكرا منكم على تعبنا. وإذا لسه ما اشتركتوا بالقناة بجد عيب عليكم، وما تنسوا تتابعوا حساباتنا على الفيس والإنستا. سلام.